فضيلة الشيخ وفقكم الله، المطلقة البائن، المطلقة بالثلاث، يقول: إذا نكحها رجل لأجل التحليل يحللها للزوج الأول، ما تحل إذا كان من أجل التحليل، ما تحل للأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الراجح؟ يقولون زواج رغبة، حتى يتزوجها غيره زواج رغبة لا زواج تحليل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.